اتوقع انه تمنا التعريفات الاسيد والبيز حسب اراهينوس ولويس وفرانس فلوري صح؟ اوكي طيب اوكي طيب بدون صوت يا فتاة هيكم تاخذوا اسيد بيز بدون عنا حكية ثالثة طيب إذا عنا حمض اللي هو عنا الأج أي سي الأسيتيك عنا أسيد هل هو سترونج ولا ويك أسيد؟ ويك معناته الرياكشن عنا بيكون بالجهتين فالأج أي سي بيعطي للووتر بهذا الاتجاه إيش بيعطيها؟ الأج بلاس صح؟ بصير عنا أج 3 أو بلاس زائد إيش؟ الأي سي ماينس فهذا عند الأسيد وهذا إيش؟ البيس وعلى الجهة الثانية الأج 3O بلاس هي اللي بتصير إيش؟ الأسيد صح؟ بسميه أسيد 2 وهي هي الكونجوجيت بيس تمام؟ هاد أسيد 1 والكونجوجيت بيس لإله بسميها نفس الشيء واحد أوكي؟ وهي عندنا أسيد 2 والكونجوجيت عندنا بيس 2 تمام؟ طب متى بعرف إنه الحمض ضعيف؟ إذا كان عندنا الديسوسيشن تبعه ضعيف صح؟ يعني يكون عندنا تركيز الـ HC- أقل بكتير 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 من تركيز الأسيد صح؟ هلا رح نيجي هذا الحكي طيب بهذا الاتجاه بتعرفوا إنه في عندي إيش؟ rate of reaction صح؟ ففي عندي تفاعل باتجاهين هذا بسميه عنا الفورورد وهذا بسميه عنا الريفيرس أو عنا الباكورد reaction تمام؟ فبدون صوت فالفورورد عنا رياكشن ايش عنا راح يكون اللي هو عنا الكي كونستانت اللي هو عنا ايش رياكشن ريت كونستانت تمام مضروب بايش بالمتفاعلات اللي هي عنا الاج اي سي مضروبه بالاج 2 او صح وكل واحد لباور ايش كم عدد المولز عنا المشاركين هون واحد وكل واحد طيب نقلوني عن الباكورد عنا رياكشن ايش هتكون؟ ايش هتكون باكورد في الاتش؟ كي 2 ايوه مضروبة اتش 3 او بلس بي اس الاي سي ماينس تمام؟ ات اكوليبريا الريت عنا اوف رياكشنز بيكونوا عنا متساويين كريت اوكي؟ انا ما بحكي عن كونسنتريشن متساوي بحكي عنا الريت عنا اوف رياكشن فالار اف ايكوالز تو R reversed تمام؟ اوكي طيب شو يعني هذا الحكي؟ يعني بدك تحط انه هون عنا K1 pH A C S pH 2O شو يساوي؟ K2 pH 3 O plus pH A C minus هذول عنا متساويين فK1 على K2 شو رح تساوي عندي؟ K1 هي هاي تقسموها على ايش؟ على H3O plus AC minus تمام؟ اوكي؟ K1 عنا على K2 اوكي؟ طيب هلا ال H او K1 على K2 هون لازم تكون عنا هون غلط صار K2 على K1 اوكي؟ بصرفوها بالسلايز تبعوها طيب فك2 على K1 H3O بلس في AC ماينس على HAC في H2O ال H2O كونستانت صح مش قلنا انه كميتها دائما عندنا ثابته فبروح انا بضربها ب K اللي هو عندنا كونستانت كونستانت في كونستانت شو بعطينا؟ كونستانت الجديد اللي هي عندنا ال KH فال KH شو رح يساوي؟ رح يساوي ال H3O بلس في ايش؟ في الـ AC- على ايش؟ على الـ HAC وهذا بسميه الـ Acid Association Constant كل ما زادت عندنا KA كل ما زادت عندنا KA شو بيزيد؟ بيزيد عندنا Dissociation يعني شو يعني بيزيد Dissociation؟ يعني بيزيد تركيز والـ AC معناته انه هل هو الاسيد بيكون عندنا سترونجر ولا ويك سترونجر اوكي
اوكي. فهذا هو عندنا الاسيديتي عندنا كونستانت. هلا للبي اس ايش في؟ بيسيتي كونستانت. اوكي؟ هلا بنيجي عندنا للبيسز. فالجنرال عندنا فورمولا للديسوسيشن عندنا كونستانت للاسيد انه الاتش بي او عندنا او بلس في كونجيكتيف عندنا بيس على الاسيد. تمام؟ فهمنا؟ اوكي. طبعا عندنا كي اي تعتمد على التمبريتشر. تمام؟ طيب. فإذا عندي مثل عندنا الأسيتيك أسيد شو حكينا عنه؟ هو عبارة عن ويك أسيد. فشو يعني ويك؟ يعني إيش؟ يعني ما بصير له فول ديسوسيشن. فإذا كان عندي أنت بلشت بأسيد الكونسنتريشن لإله سي فهذا إيش عندنا رح يعطيني؟ رح يعطيني عندنا H3O بلس و AC ماينس. إذا نسبتها 1:1 صح؟ يعني هون اكس وهون ايش؟ اكس. تمام؟ طيب شو حكينا عن الكي اي؟ كي اي شو يساوي بهي الحاله؟ اكس تربيع على تركيز عنا الحمض ولا الحمض عم بيروح منه؟ هلا كان عندي حمض مع الوقت شو بصير له؟ ديسوسيشن صح؟ بقيمه قديه؟ بقيمه اكس. تمام؟ يعني سي جزء عم بيتحول منه لإكس. معناته عنا تركيزه قد ايه بيكون؟ سي ناقص إكس. تمام؟ طيب. هلا إذا كان عنا very weak إكس بتكون عنا أقل بكثير بكثير من سي. تمام؟ طيب شو يعني أقل بكثير بكثير؟ قد ايه يعني أقل؟ قد ايه حتى أحسبها إنها أقل؟ تكون بالعشرة. قد ايه يعني اكس لازم تكون عنا اقل من سي لحتى اعتبر انه اكس كثير قليل من سي؟ اقل من 5%. تقريبا عنا اقل من 10^2 ل10^3، يعني الفرق بيناتهم يكون 100 لـ1000 واكثر من هيك. اوكي؟ هلا يوجوال خلينا نتفق على شغله. خلينا نقول احنا بالكالكوليشن تبعنا 10^3. اوكي، من 10^2 ل10^3. طيب في هاي الحالة أنا بقدر أنا إيش أعمل؟ إنه إكس أعتبر إكس نيجليجبل بالنسبة لسي. تمام؟ أوكي؟ معناها أنا كي إيه في سي رح تساوي عنا إكس تربيع اللي هي عنا H3O بلس صح؟ معناته عنا الـ H3O بلس شو يساوي؟ تحت الجذر لكي إيه في سي. وهي بشو بستفيد منها؟ اني اعرف قدي البي اتش. تمام؟ فهي اول طريقه لحساب البي اتش للويك اسيدز. اوكي؟ تمام؟ طيب في عندي هذا عندنا الاكزامبل. في عندي 0.1 عندنا مولر، حكينا من 10^2 ل10^3 لازم يكون عندنا الفرق واكثر من هيك. في عندي 0.1 عندنا مولر عندنا اسيتيك عندنا اسيد سوليوشن. يعني قد ايه تركيز عندنا الاسيد؟ 0.1 مولر، يعني هاي سي اي. تمام؟ وبصير عندنا ديسوسيشن بحيث يعطيني عندنا 1.32 في 10^2 ناقص عندنا 3 من عندنا الهيدروجين والاسيتيك، هاي قيمة ايش؟ اكس. صح؟ فشو طالب مني؟ طالب مني اني اشوف الديسوسيشن از ديسوسيشن عندنا كونستانت. شو بهي الحالة؟ بنقول ايش؟ كي ايش بتساوي؟ اكس تربيع على لحد الان سي ناقص اكس. صح؟ لاني بدي اشوف عندنا الفرق بيناتهم، هل الفرق بيناتهم عندنا كبير او لا؟ اوكي، قد ايه الفرق بين عندنا ال 0.1 ل 0.013؟ تقريبا عندنا 100 صح؟ فهي على حدود، فانا ما بعتبره انه كثير ضعيف. هل بشمل اكس ولا ما بشملها بهي الحاله؟ لازم اشملها. فهمنا؟ يعني اوكي انا عندي assumption اني الغي اكس، بس هذا assumption valid لما يكون عندنا غريبي، لما يكون الفرق بيناتهم كبير. فهمنا؟ فهمنا؟ يعني احنا بالامتحان ما نعتمد على شرط الامتحان. انت بالامتحان انبلى هلا بنلغيها ايش يعني؟ اذا كان الفرق 10^3 او اكثر. 10^2 او اكثر. اوكي؟ الفرق بيناتهم.
هون على الحدود فاهمه اكثر من 10 اس 2 فهمتي اوكي هلا خلينا باخر تشابتر نتفق عليها مع 10 اس 3 او 10 اس 2 لانه لسه جايتنا هاي القصه تمام فهون انا ما بلغيها خلاص بطبق مباشره اكس تربيع اللي هي 1.32 صح ولا 32 في 10 اس ناقص 3 صح تربيع على ايش على 0.1 10 اس ناقص هنا 3 وبطلع قيمة هنا كي اي هي الحاجة تمام؟ فهمنا؟ طيب فكي اي اصلا هو بيعطيني عنا ايه هنا تركيز هنا الاسد الديسوسييت هنا اسد على الاندسوسييت اسد هنا الموجود وحكينا انه اذا كانت هنا كي اي قليلة طلعوا كي اي فهذا يعني انه الاسيد ايش ضعيف ويك اسيد تمام يا اوكي طيب هلا السولت شو اصل السولت اسيد وبيس فممكن يجي من سترونج اسيد او ويك اسيد وسترونج بيس او ويك بيس او كومبينيشن عندنا بتوين انذر فالمفروض انه عندي ال NH4 بلس Cl سيلو ديسوسيشن شو ال NH4 بلس زائد Cl ماينس تمام طب اصلا من وين جاي ال NH4 بلس Cl من NH3 و HCl يعني من ويك بيس تمام طيب هلا بدي سوسيشن Cl خلاص كمان ما لها اي رياكشن تاني اوكي فشو بضل عندي ال NH4 بلس هاي الموجوده عندنا بالمنفر هل هي اسيد ولا بيس؟ اسيد معناته رح يصير لها رياكشن ل NH3 صح؟ زائد ايش؟ H3O بلس هل لها كي اي؟ وبقدر احسب لها بي اتش؟ مظبوط ايش الكي اي اني ادريس؟ لا ال H3 طيب ضرب H3 في H3O بلس شو الماركت اللي قبل منه ايش؟ انت ما انت نقلت مني ال H4 بلس غلط لا حتى H3 كان H3 اوكي اسف طيب وين ماينس؟ H3O بلس قلت لك ماينس بعدين نزلتها اوكي على شو؟ نقيته على ال H4 بلس فهذا عنا الكي اي تمام ونفس الشيء اذا بعرف ان الكونسنتريشن عنا لها بقدر ان اعرف ال H3 O+ او العكس اذا بعرف ان ال H3 هنا O+ بقدر اعرف ال dead association عنا كونسنت بالنسبه لها هو حمض قوي بس قوي ايش يعني هل قوي جدا بالنسبة للقاعدة انت بتقارني للقاعدة فهو حتى لو كان بيكون عنا بالاتجاهين اوكي تمام اوكي فهي اللي عنا بالنسبة عنا للايونيزيشن للويك اسيد بس الويك احنا اسيد ايش تشارج هون اوكي مش حكينا ممكن يكون تشارج وان تشارج تمام فالكي اي صار الاتش بي احنا بلس في بي على الاتش 4 بلس بهي الحالة وهي الجنرال فورمولا راح يكون عنا البي اتش بلس تمام اوكي طيب. بالنسبه لنا للويك بيسز البيز زائد هنا الاتش 2 او شو راح تعطيني او اتش ماينس زائد بي اتش بلس ايش في بدون صوت ايش مال شو التالت نفس الفكره انا عندي هون سي بي وعندي هون ايش اكس و X فجينا راح تطلع ال OH minus equals راح تتجذر لك بي في C في C لمين؟ لا البيس ونفس الفكرة هذا الأسامشن عندنا valid إذا كان عندنا C B تقريبا عندنا أكثر بكثير من X اللي هي عندنا ال OH minus أو ال BH تمام هاي اول شيء فكرها مضروبه طيب
هذا عندنا كمان عندنا اكزامبل انه ايش بده البيزيتي اير كونستانت المورفين اللي هي عندنا 7.4 في 10 اس ناقص عندنا 7 اذا كان عندنا الهيدروكسيل هذا اي كونسنتريشن 0.0005 اوكي فبدنا الدي كي بي فكده الاو اتش عندنا ماينس ناقص تحت الجذر كي بي في سي طلعوا النتيجه تمام طيب عندنا كيف بدي احول بين هنا ال OH وال H3O عشان احصل على K W لا الى شوي تمام فهي قلنا حالة اني يكون عندي weak base وstrong acid الحالة الثانية اللي عندي اني يكون جري اخر المحاضرة عشان تحضر الرياضة الحالة الثانية اللي عندي ان يكون عندنا الصول جايين من strong base weak acid مثل عنا الان ايه CH3COO- فهي من وين جاية؟ من ان ايه؟ OH وهي من الاسيتيك اسيد صح؟ نفس الفكرة هلا اذا كملت انها الان ايه؟ خلاص انها انتهى دورها بالسوليوشن فبصفي عندي مية عندي هاد هل هو قاعدة ولا بيس؟ قاعدة ولا بيس؟ بيس اوكي؟ فرح يتفاعل مع الووتر اللي يعطيني عنا او اسمه نزل سي اتش 3 سي او او اتش معناته هذا بعمله معاملة البيس فكيرة بيش تساوي لو اتش ماينس في سي اتش 3 سي او او اتش على سي اتش 3 سي او او ماينس تمام؟ طيب سؤال يا فاتي اذا اعطيتكم 0.1 مولا من هذا الاسود قد ايه قيمة البيس؟ قد ايه كونسنتريشن للبيس؟ 1 مولا اوكي؟ لأنه واحد لواحد اوكي؟ فهمنا؟ هاي كمان شغلات مهمة بالامتحان تمام؟ فالجيني بقى عنا فورميلا عنا لا الأنايون عنا بيس اللي هي من الـ OH- ماينس الـ H دي على B- تمام؟ فهمنا؟ هلا الووتر عندي حاله خاصه الووتر من شو بتكون اللي هي من H2O اللي هي عندنا OH- زائد H3 عندنا O بلس تمام فانا هدول ال OH- زائد عندنا H3 عندنا O بلس بيعطوني الووتر والعكس صح بتحول عنا الووتر لهدول عنا التو عنا البرودكتس عنا الموجودين فالكونسنتريشن هنا اصلا بالاكل من البي او زي ما انتم قلتوا هي بتحدد لي عنا البي اتش وهي بتحدد اذا اسيدك بيسك او نيوترال شو يعني نيوترال اذا بتكون عنا البي اتش بتكون عنا البي اتش عنا 7 حسب عنا البي اتش يونت سكيل اللي هو من 1 لقد ايه ل 14 تمام ففي هاي عنا الحالة تو هيدروجين تو ووتر عنا موليكيول ممكن عنا يتفاعل عنا مع بعض يعطيني اسيد وبيس او عنا هيدرونيوم هيدروكسيل عنا ايون at the same time هذا بسميه الاورتو بروتوليتيك هو الووتر لحاله الاورتو تمام ففي هاي الحالة انا عندي كي شو تساوي؟ ال H3O بلس في ال OH- على ال H2O ثديا صح؟ لأنه H2O في H2O وقلنا دائما تركيز أن ال H2O ثابت فهون بضرب ثابت أنا في ثابت فراح يعطيني هنا ال KW اللي هو هنا ال H3O plus ال OH- تمام؟ فهذا عنا بسميه عنا إيش؟ ال dissociation عنا constant الاوتو بروتوليسيس عنا كونستانت او عنا الايون برودكت للووتر هلا الووتر نيوترال صح شو يعني نيوترال بي اتش 7 يعني تركيز عنا ال اتش 3 او يساوي تركيز عنا ال او اتش ماينس تمام فاذا زادت عندي ال اتش 3 او بلس شو بصير لل او اتش ماينس بتقل واذا هاي زادت ال او اتش ماينس هاي عنا بتقل حتى نحافظ على البالانس شغله ثالثه مهمه ثانيه مهمه مثل ما قلنا انه كي اي وكي بي بيعتمدوا على الـ
temperature كمان عنا K W بتعتمد على temperature، فكل ما زادت عنا temperature تزداد عنا قيمة عنا K W. فنحن نحكي تقريبا على درجة حرارة 25 هاي بتكون عنا 3 اللي هي 1 في 10 أس ناقص 14. تمام؟ أوكي. فساعتها راح يكون عندنا ال H3O بلس وال OH ماينس متساويين وديتهم بكم؟ 1 في 10 ناقص 7. تمام؟ اوكي. كان هذا عندنا الاكزامبل اللي بيقول عندنا انه اضفنا HCl وكان عندنا الكونسنتريشن له 1.5 × 10⁻³ مولار على ووتر على درجة حرارة 25. ليش يعني حددت درجة الحرارة؟ عشان استخدم ال KW 1 في 10⁻¹⁴. طبعا KW للحفظ ما راح اجيبه. اوكي؟ اعتبره خمسها. تمام؟ طيب اضافة الاسيد شو راح يعمل؟ راح يزيد لي ايش؟ تركيز ايش؟ H3O بلس. بالمقابل راح ينقص ايش؟ OH عنا ماينس. فهون عنا زادت لي الكونسنتريشن فروم من 1 في 10⁻¹ على النورمال كيس وصار قديه 1.5 × 10⁻³ هنا 3. فبيقول لك قديه هنا الهيدروكسيل هنا اي كونسنتريشن هنا الجديد شو رح نعمل؟ ال OH شو يساوي؟ يساوي KW على H3O بلس. تمام؟ KW 1 في 10⁻¹⁴ قديه تركيز هنا هيدروليوم هنا اي جديد 1.5 × 10⁻³ 3. فرح يطلع عندي تركيز عنا لو اتش ماينس 6.7 × 10⁻½ مولر. تمام؟ اما منقول مولر او منقول عنا اين جرام بير لتر. تمام؟ اوكي. بما انه في علاقه بين عنا ال او اتش وبين ال اتش 3 عنا او بلس فباي ديفولت عندي علاقه بين عنا ال K A وال K B. اوكي؟ طيب خلينا نشرح لنا لا الووتر. هاي عندي ووتر زائد ووتر شو اعطاني H3O بلس زائد انا OH ماينس صح؟ الموجودين. طيب ال K A شو تساوي بالنسبة لنا للأسيد؟ ايوه ماينس على 2 او 10 هاي حكينا. تمام انا بحكي للي هون بعدني للووتر بالنسبه للووتر. اوكي طب بالنسبه لنا للاسيد على الاسيد طيب بالنسبه لنا للاسيد ان جنرال لا اسيد ان جنرال هي هي ال B ماينس او عنا ال A ماينس اللي هو عنا الاسيد على ال H B اللي هو عنا الاسيد صح؟ طيب وكي B او H ماينس هي H B على B ماينس. تمام؟ طيب عنا كي A في كي B بدك تضربهم لنا مع بعض. بتطلعوا كي دبليو. اوكي. فيعني العلاقة بين عنا كي بي وكي اي شو تساوي؟ كي دبليو. طيب فإذا عرفت عنا كي اي كي دبليو تساوي عنا كي دبليو على كي بي وكي بي شو تساوي؟ كي دبليو على كي اي. تمام؟ هاي العلاقة جدا جدا مهمة. لا نحسب عنا ال pH اللي هو ال pH عنا يونت. تمام؟ فهذا عنا اكزامبل انه انا عندي امونيا اللي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن بيس وفيها عنا كي بي يساوي 1.7 × 10⁻¹⁵. احسب لنا عنا ال كي اي لمين؟ للكونجوجيت اسيد للامونيا. تمام؟ مباشرة انه العلاقة بيناتهم K A في K B يساوي عنا K W. K W معروفة 1 في 10⁻¹⁴. فK A راح تساوي 1 في 10⁻¹⁴ على K B اللي هي 1.74 × 10⁻¹⁵.
تمام؟ اوكي؟ عافية. هاي السترونج عنا أسد والسترونج عنا بيسز اللي بيكون عنا الـ KA لإلهم إيش؟ عالي، تمام؟ كل ما زادت عنا الـ KA والـ KB كل ما زادت الـ strength. اوكي؟ فبعتبره strong acid و strong base إذا كان عنا الـ KA والـ KB أكبر من something في 10 أس ناقص 2. اوكي؟ يعني إذا قلت لكم 3 إنه KA 3 في 10 أس ناقص 3 شو بيعتبر weak ولا strong؟ weak. تمام؟ اوكي؟ حدا عنده أي سؤال؟ أي سؤال لما يكمل؟ لا طبعاً لسه بدي أكمل. يا ريت هذا شو اسمه وهذا الأسبوع نكمل عنا الأيونيزيشن والبي اتش كالكوليشن. نبلش إيش؟ إحنا على حسبتنا حالياً ضل عنا هذا الشابتر والبفر بعدين في عندنا السوليبيليتي وال ايش كمان الديستريبيوشن كونستانت ولسه بدي ارجع لمادة اللي اتفقناها يعني على اول ما نخلص ان شاء الله بنشوف قد بدنا نوصل ما هي اصلا هذاك الشابتر كثير سهل شابتر المولكيولز لا ما لانه هذا اهم لك مهمة السهل انت السهل هلا لما اخذنا عنا ال HCl يا تارك او ال H الاستيك اسيد كان هذا عنا بسنة الديسوسيشن فور ل H بلس زائد Cl ماينس وهذا ل A ماينس هذا لازم يكون عنا في الجهتين زائد عنا ايش H بلس اللي هي عنا ال H3O تمام؟ فكان عنا بروتون كان عندي يتشاركوا واحد عشان هيك بسميه ايش؟ مونو بروتيك تمام؟ فإذا كان عندي أكثر من عندنا البروتون بسميه ايش؟ بولي بروتيك مثل مين حكينا؟ ال H3BO4 صح؟ هذا ايش بيعطيني؟ H2BO4 زائد بلس وال H2BO4 ماينس اكزاكتلي HAO4 ماينس 2 زائد H3O بلس وايش كمان؟ وال HBO4 ماينس 2 بيعطيني BO4 ماينس 3 زائد H فهذا بسميه بولي بروتيك هذا له ديسوسيشن كونستانت صح؟ واحد بسميه وهذا KA2 وهذا KA3 اوكي طيب مين اقوى واحد فيهم كأساس؟ الأول صح؟ لأنه هون أسهل إنه يعطيني البروتون كل ما نزلنا يزيد عنا صعوبة إنه الووتر ياخذ عنا البروتون من الأسيد عنا الموجود فهمنا؟ طيب على الجهة المقابلة عندي هون KB صح؟ إيش هاي؟ KB1 صح؟ هاي KB2 هاي KB 3 طيب مين اقوى KB؟ KB 1 تمام؟ اصلا حاصل ضرب ان شاء الله قلنا KA في KB يساوي عندنا KW صح؟ هو نفس الشيء KA 3 في KB 1 صح؟ زائد KA 2 في KB 2 زائد KA 1 صح؟ في KB 3 ولو عندك ألف conjugation نفس الشيء رح نوصل أنا بالآخر لإيش؟ ل K W فهمنا؟ أوكي؟ هاي كلها هي بالتفاصيل إنه أنا عندي K1 أعلى من K2 أعلى من K3 فدايما اذا عندك هنا بولي بروتيك هنا الكترولايت او هنا بولي بروتيك هنا اسيد دايما هنا اقوى واحد بيكون عنا البرايمري هنا بروتوليسيس تمام وبعدين عنا بتبلش يقل يقل اضعف هنا واحد بيكون عنا الاخير بالمقابل العكس بيكون عنا بالنسبه
للبيسز تمام؟ اوكي هاد نفس عنا الحكي اوكي فبالنسبة عنا لكي بي كي بي 1 كانت عنا اللي هي اقوى وحدة موجودة تمام؟ كيف دائما عنا العكس بالنسبة عنا لا اوكي هاي الجنرال رول اللي حكيناها لو عندك عنا مليون بروتون ومليون عنا كونجيجيت عنا اسيد وكونجيجيت عنا بيز لازم يكون عنا مجموعهم ايش كي 1 كي 2 وهكذا تجمعوهم بالنسبة تضربوهم بالنسبة لكونجيجيت عنا راح يطلع لك كي دبليو حدا عنده اي سؤال